أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الرجل يصلي من الليل ويقرأ السورة فتختلف عليه الآيات. إذا كان يقول أحسن الله إليكم: إذا كان الرجل يصلي من الليل ويقرأ السورة فتختلف عليه الآيات، فهل يقرأها ثم بعد السلام ينظر إليها، أم أنه يتعداها إلى غيرها وبعد السلام ينظر فيها؟ لا يقرأ الآيات التي لا يضبطها، يقرأ الآيات التي يتقن حفظها، ولو من السور القصار. لا يقرأ آيات لا يحسن حفظها ثم يضطرب ويتشوش أثناء صلاته. وفي قيام الليل لا مانع أن الإنسان يقرأ من المصحف إذا كان لا يضبط القرآن، ويريد أنه يأتي على القرآن كله في ليالي قيام الليل، فإنه يقرأ من المصحف، لا مانع من ذلك.